مشاهدينا، من محتار وعم بفكر بهدية أو ألأكس، هي منصة إلكترونية رائدة للإعلانات المبوبة ومتوفرة بأكثر من 45 دولة وبأكثر من 50 لغة. لنعرف أكثر بسعد نستقبل المتحدث الرسمي باسم أو ألأكس عبد الله توقان. أهلا وسهلا فيك عبد الله. بداية خبرنا عن خدمة أو ألأكس. شكرا، كل عام وانت بخير. نعاد عليكم. بخير يا رب. أو ألأكس زي ما قلت هي منصة إلكترونية مجانية بيستعملوها المستخدمين بلبنان ليبيعوا ويشتروا ولو اي غرض عليها. مبداها كثير سهل، انت بتنزل ابلكيشن او اليكسا اريبيا من جوجل بلاي او الاب ستور، وزي كيف فيسبوك وانستغرام تاخذ الصوره للايتم اللي بدك تبيعيه، بدك موبايل، قطعه بالبيت، فرنتشر، باج، بتاخذ الصوره على الابلكيشن وممكن تاخذ حتى 8 صور وتحطي مثلا انا عندي بالبيت يمكن شنطة ما عم بستعملها خلص زهقت منها، أو فستان عم بلبسته على عرس وطلع على فيسبوك مرة وخلص ما حلبسه كمان مرة، بتحطي بدي أبيعه هذا الفستان بحالة ممتازة، مقاس هالقد، هاي سعره، بتحطي رقم تليفونك، بيطلع الإعلان على المنصة بيشوفوا المستخدمين التانيين، فأنت بتصفين سنة البايعة. الشاريين إذا عجبهم هذا الفستان أو هاي الشنطة بيحكوا معك تليفون دايركتلي، بأخذوا رقم تليفونك من الأبليكيشن وبتتقابلي معهم بمحل، يمكن بالمكتب، بالستوديو هون، بتكون بالمول، بتشوفوا القطعة بعينوها، إذا عجبتهم السعر اتفقتوا عليه بتدفعوا كاش. أوكي. وبكون بدون عمولة ومجاناً. فهي أولكس. نعم، كل شيء بينعرض بالأولكس، يعني ما في شيء ما بينعرض، والتفصيل كيف فينا نفوت بالتفاصيل مشان تو ماركت اور ستاف اكثر اذا بدك. بالضبط. هلا اول شيء عندنا أولكس، في عندك طبعا كل شيء من عقارات الى سيارات حتى وظائف واغراض في البيت. في حتى بتضحك، في ناس باعوا يمكن من بيضه صغيره على اوليكس لطياره اكشلي حطت للبيع، فاي شيء ممكن تحطوه يبيعوه. هلا اعطيكم نصائح صغيره عشان تبيعوا القطع تبعتكم. يعني مثلا اهم شيء التسعير، انه في حدا مثلا حاب يبيع قطعه مش عارف سعرها ايش حيكون، ليت سي مثلا بدك تبيعي الصالون بالبيت او بدك تبيعي اله موسيقيه صغيره، بيانو مش عارف قد سعر البيانو شريته بسعر معين، بتفوت فوتي على اوليكس من قبل وتطلعي قد ايه اسعار البيانوز التانيين الموجودين. نعم. بعطيكي فكرة على السعر تحطيه لعندك. أوكي. كمان فكرة تانية، احنا بنسمح لكم لحد 8 صور تحطوها على الابليكيشن. لا تحط صورة واحدة، طب حط صورة من كل زاوية، وري مثلا هالقطعة مش مكسورة مش مخدوشة بحالة منيحة ايش لونها، وضح للي بده يشتريها ليه بدك تبيعها كمان، انه مثلا ممكن واحد بدك تبيعها عشان بدك تخلص منها عشان خربانة، لا قول له انا بطلت اعزف بيانو بالبيت، او انه مثلا بطلت اشرب كوفي بدي اجيب اسبريسو فعم ببيع الكوفي ماشين تبعتي. نعم. هاي الاشياء، فأكثر ديتيلز تعطوا بكون أحسن. وأهم إشي أنك تكون كتير شفاف وصريح، إذا في خدش أو إشي صغير بهاي القطعة يذكروها، يذكرها مش أكثر. بفتت العيد بالذات كيف وفر علينا هالموقع وقت وجهد وأعطانا أفكار جديدة؟ بالضبط. هلأ العياد فترة كتير حلوة، بس ما نكون صريحين مع بعض، فترة مكلفة شوي، عندك حبايب كتار وبدك ترضي الكل وبدك تجيب هدايا حلوة للكل وهدايا محرزة. ففكرنا، كنت أنا وزميلتي جيسيكا في المكتب، إنه أنا وجيسيكا عم نحكي طب أنا هلأ أجيب هدايا لكل حدا شو أعمل؟ طب عندي أوردي بالبيت أغراض ما بستعملها، طب لو أبيعها واحط لي قرشين على جنب، يعني حطيت هلأ مثال ماكينه القهوه، او لو حكينا مثلا عندي بالبيت كم قطعه انا ما عم بلبسهم، مثلا سكارف او شيء صغر علي او ما بعرف كبر علي. انا شخصيا مثلا كثير نزل وزني اخر فتره، نزلت يمكن 10 كيلو كثير كويس، ففي كثير اشياء ما عم بتفوت فيي، فعم ببيعها هلا وشاريها جديد اصلا. فهاي كانت فكره، انه بتحط قرش على قرش تجيب لك مصاري اكثر تجيب هدايا، او حتى ممكن تجيب مثلا يعني نيو يير تشتري تيكت تسافر محل مثلاً. يعني هاي الافكار عم نحاول نجيبها. في عندك بالبيت مصاري جوا دروج او جوا خزانات او جوا ستورج روم، ونحن بالشرق الاوسط بنحب نعبي كثير، يعني بنحب خزانتنا معبيه ومع ما بنستعملهم وكذا وهيك، بس شو ما نعمل خصله هيدي بنتخلص منها مع الاولاكس. يعني ماي مام امي مثلا من هدول الناس، ما انا عم بحكي امي ان شاء الله تكون عم تحضرني، والوالد كمان كلهم من عندهم هاي قطعه المخزن الصغيره والغرفه هي اللي فيها اغراض كثير، بتلاقي فيها قصص وكتاب من الصف الاول انت فيهم، طب ليه عندك هاي الكتب والقصص؟ بيعي هاي القصص هاي الاشياء، او تخت صغير او مثلا كرسي سيارة كنت ما خلص بطلت اقعد فيه ولهلا عندهم اياه كذكرى. فمنحاول نغير ثقافه الملكيه هون بلبنان، وصراحه اللبنانيين كثير اخذوا هالفكره بسرعه. احنا اطلقنا الاوليكس من سنه ونص تقريبا. هلا بشهر واحد بمعدل 700 الف لبناني بيجي عندنا على المنصه بيبيع وبيشتري. هذا شيء كثير بدل على انه اللبنانيين اخذوا الفكره بسرعه، صاروا يستفيدوا من اوليكس بحياتهم اليوميه، يعملوا قرشين على جنب.
وكمان الحمد لله يعني احنا من ناحيتنا عملنا شويه زي اقتصاد اسمه اقتصاد ثاني، اقتصاد مستعمل، اقتصاد سكند هاند، اقتصاد تعاوني، صار غير السوق اللي عم بيمشي فيه، سوق ثاني شغال اونلاين العالم عم بتبيع وتشتري فيه. يعني وين ربحكم انتم صار هلا؟ احنا ربحنا من الاعلانات. مثلا انت بالعقار والسيارات في ناس بحاولوا يبيعوا عقارهم، مثلا عندك انت غرفتين نوم بالاشرفيه بدك تبيعيهم او شقه بدك تاجريها، مرات ممكن اكشلي تحط الاعلان وممكن تدفع شوي زياده عليه، بنعمل عليه اسمه اعلان مميز، فبصير لما حدا عم بيعمل بحث على شقتين للايجار مثلا بيطلع اعلانك اول شيء عشان هذا مدفوع حقه. في كمان لانه في الحمد لله كثير ترافيك عالي على البلاتفورم OLX لبنان وعلى OLX اريبيا، في ناس بحطوا اكشلي اعلانات لبراندز، يعني شركات بيحكوا معنا بحطوا زي بانرز اعلانات على البلاتفورم عندنا، فهيك بنعمل احنا الربح. نعم. المتحدث الرسمي باسم OLX عبد الله توكان، شكرا لك وشكرا انكم عم تعجلوا العجله الاقتصاديه والحركه الاقتصاديه. شكرا، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بالف خير. مشاهدينا فاصل